السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. مؤمن أيد قاسي، مؤمن أيد قاسي شادة وين ناشر يعني تاع أخ فارس الشايبي، والتعليق على عدم استدائه يعني استدعاء اخاه للمنتخب الوطني سي شايبي سي مؤمن أيد قاسي. عندما كانت توضع القائمه من قبل انت كنت تخرج تقولنا خط احمر، واه لله انت كنت تقولنا خط احمر سي مؤمن أيد قاسي. اين كنتم والله العظيم؟ وهدرتوا في وقت ما وساعدتوا المدرب يعني وتصحوا له الاخطاء تاعو، ما كنتوش يعني تقولوا على الاخطاء تاعو. والله يا المنتخب الوطني ما يخسر مع موريتانيا، ما يخسر مع غينيا، وكنا نفوتوا على الاقل كنا نفوتوا الدوزيام تور ولا الكارديو فينال لو انتم يعني صححتم الاخطاء تاع المدرب السابق. بصح اليوم شاهدناكم يعني شايبي راه موضوع يعني نجمو نديرو به يوم مدفوع الاجره للعمال ما يخدموش، راه حادث وطني. على بالكم شايبي راه حادث وطني، رغم انه شت البارح انا قلت بالك شوفو بالك ماركا ربحو 3، قلت بالك هو ماركا 3 بيت ولا مد 3 اسيست 3 تاع اسيست، قلت بالك هو سبحان الله انا قلت بالك هو يعني استنى البارح الناس في الليل تيك توك فيسبوك يوتيوب ناس كاع طايحة شايبي، واهو لله ناس كاع طايحة شايبي. بصح اليوم انت مسيو علي كي يسموك مؤمن أيد قاسي، أين كنتم؟ أنا حاجة راني نسقسي بكم سؤال مطروح ليكم انتوما مباشرة كمال مهوي، الناس هذو وين كنتو من قبل؟ انا نعقل مليح كنتو مين يقول لكم كاش مقدم حصه يقول لكم اعطونا التقييم تاع القائمه، تقولوا لا خاطينا حنايا المدرب هو يعرف. اليوم فانك المدرب هو يعرف، اليوم المدرب هو يعرف. اليوم يشوف باللي شايبي ما يناسبش في الخطط تاعو، ما يناسبو تالو تاول، وعلى بالك عبر العالم كومبلي ابار هنايا لهنا الهيشر شعب الله المختار هو اللي ينتقد قائمه قبل المستوى تاع المنتخب. حنا كنتوما كيما كنتوما قبل ما كنتو تنتقدوا لا قائمه لا مستوى، كنتو مين خسروا تحصلوا في بشيخ وحسين جناد ورافق واحد، واو لله. وكي نربحوا تقولوا المدرب، كي ربحنا المهم ربحنا، واو لله. على بالنا بلي نتوما هذه البيريود ما تسكتوش الى لقيتو زوج صبعات، صبعه لهنا لو 10 ان شاء الله صبعه ولو 14 صبعه ان شاء الله بربي، يعني الصبعه مورختها باش تتادبوا ادبكم كونت ليبيريا، رغم ان سته لاعبين اساسيين ما لعبوش، ما كان سته وجاب الربحه ب 14 جوال قالوا ما نزيد الهول ما لقد التحق محارب لقد منا ما لا قالوا مش عباقي لي 14 جوال بهذه 14 نروح نجيب لعابة ونجي نروح نجيب بهم 3 بوان انا عارف كيفاش بزور قالوا زروقي في الوسط وجبنا وفارسي اول مرة وجبنا حجاب اول مرة يلعب يعني مباراة في المنصب تاعو وقدم ما عليه يعني ما شفناكمش هدرتو يعني والله ما شفناكم هدرتو تأدبتوا كاع وخرجتوا لا لعب خطة 3-5-2 لا لعب منا لا لعب من يا ودي مكاش لي لعب مكسور ممكن ما نقولها لكم لا غادي يجيب شابة صباح في بلاصة شايبي انا نقبل بها خاطش علاه 2000 مي كان تايشير كبير كنتو تقولوا لنا لا بغات شابة صباح ورانا قابلين لا غادي يجيب شابة صباح ورانا قابلين مالغري يجيب اللعابة مالغري يجيب لعبه نتوما يعني التمنيات تاعكم للانهزام راهي فايده للمنتخب الوطني الجزائري. عكسام يا سي مؤمن أيد قاسي، انت يا سي مؤمن أيد قاسي المنشورات تاعك كاع خبيثه
مازا راه جا متع واستمتع، متع واستمتع مع ابراهيم مازا اللي قلت لنا بلي يوم يجيبوا من مستوى ثاني، كان يعني كيسموه محرز جا ديريكت مانشستر سيتي اللي كيما نصحوا لا بالناصر ولا. شفت انا كمال بهوي قال لهم ما راناش نلعبوا، ما عندناش في الطليان، كان عندنا في الطليان ما روحناش كوب دي موند صح، ها بركه وما تقودوا علينا بلادهم راخي حشمان منكم، على بالكم على بالكم باللي غير مين جا ولادي هكا راهم يتبعوا الفيسبوك ويدخلوا يديروا التيك توك ويشوفوا، وما والله العظيم نقول لكم كلمه هذه على بالك شويه انتم اللي قلكم شويه، انا نقول لكم اللي قلكم الخفيف، كان عندنا كمال مهوي كان عندنا لعاب، كانوا عندنا في ايطاليا، كانوا عندنا في انجليز، كانوا عندنا في الالمان، كانوا عندنا في فرنسا، هيا وخرج ما روحناش كوب دي موند. ومن بعد مالك روحنا الكوب دي موند، روحنا الكوب دي موند، روحنا 2010 كوب دي موند، كانوا عندنا نجوم كبير، ما كانش عندنا نجوم، كان عندنا مدرب كان ذكي يعرف كيفاش يسير يعني المجموعه تاعه. هذا حسبوهم لكم يا ولدي، انا حسبوهم لكم 2014 هيك نشوفوا لكم، نشوفوا اللعابه اللي كانوا عندنا مستوى كبير يلعبوا في منتخب في انديه عالميه، نشوفوا ما كانش عندنا ثاني 2014 واحنا الدوزيام تور، 2014 واحنا الدوزيام تور نقول هي ما كانش يلعب، كان عنده نادي ما كانش يلعب يعني دار كوب دي مود مطردقه. ماضي وي كان يلعب كان في لامس، غولام كان في سانتيتيا، غولام كان في سانتيتيا موراها راح لنابولي، زيد بالكلام حليش وقديورة واه قديورة وين كان، بوقرة وين كان، مصطفى السبع اللي كنتو تضحكوا عليه وين كان يلعب، في ستاسبورغ في فرنسا دوزيام ديفيزيون قيلة مع السير، واو لله كان عندنا، سليماني قلت لك كان عندنا سليمان، كان عندنا في غولي برك اللاعب اللي يلعب في بالونس يلعب معك لعاب مطرطق معك، زيد محرز كان يلعب دوزيام ديفيزيون ديناه معنا صداقه، كان عندك ابراهيم يلعب في بورتو، ما كانش يلعب في بورتو ابراهيم، ما كانش يلعب في بورتو ابراهيم، ما كانش يلعب في بورتو في ذاك الوقت، هماتهم كان يلعب في اسبانيا، زيد 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 محرز سليماني وين كان يلعب، سليماني وين كان يلعب، سوداني وين كان يلعب، جابو ما كانش عندنا مالكم، حنا كان عندنا نابولي مانشستر سيتي، كانوا عندنا واحد غلادباخ واحد يلعب في فينيس عطال واحد من واحد الا كيسموه بن عمري كان يلعب في ليون صخرة الدفاع، محرز ماندي كان يلعب فيا ريال، الله فاهم وين روحنا ما روحناش، راه يجيب لعابه مرحله انتقاليه شايبي يعني شايبي، من بعد كي يكذب المكانه تاعو، انا شايبي البارح ما كاش كاين شايبي البارح، هاودي هادو انتما كاين اللي راه يهدر والله ما على باله، كاين اللي راه يكومونتي والله ما على باله، والله وتقول له شايبي الادوار تاعو والله ما يعرفهم، والله ما يعرفوا، نتحداهم يطلعوا معايا اللايف ونعطيهم الادوار تاع الشايبي وما يعطوني ادوار تاع الشايبي كيفاش، والله ما يعرفوا، والله واحد فيهم قالوا لا ما يهضروا مشاركين الباب، وهي انجاز كبير، انجاز كبير اللي داره المدرب وهو طلاق صراح هذا الناس اللي راهم ينتقدوا اليوم، صبحوا يهضروا على القائمه، صبحوا يهضروا يعني صبحوا عندهم يعني مساحه مساكين، كان عندهم قنت، كان عندهم قنت يقارعوا يربحوا يخرجوا يتوهوا، هذا مكان كان عندهم قنت برك، ضربك عندهم مساحه يهضروا القائمه يهضروا الجوال كيف ما جبت الكلام كيف ما جبت، ما قبل ما كانوش ساكين، ولد الاخضر بلومي وين جانا فاني ذاك بوكل با جانا الناس يقيسوا، ولد الاخضر بلومي كان في البرتغال، انتم انا ما تهضروش عليه، دو ماتش جابه كونت راس الاخضر، دو ماتش اميكو جابه ما لعبه ولا ما تهضروش، ما شفتوهش فماك ما على بالكمش بلي عيط له، شايبي جا على مع لونترينا اللي فات شحال لعبه من الماتش، عطيني شحال الوقت، عطيني شحال الوقت على اللعبه،
قولوا لنا شحال الوقت، قولوا لنا شحال الوقت، ماشي شحال من الماتش، شحال الوقت هيا باش نعرفوكم لاكم قادو شي قادو. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.